أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. من حمده ونفخه ونفسه. أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمة الله التامة من كل شر ما خلق. أعوذ بإجة الله وقدراته من شر ما أجد وأهادر. بسم الله بسم الله بسم الله. أعوذ بإجة الله وقدراته من شر ما أجد وأهادر. بسم الله أركيكم من كل شيء يؤذيكم من شر كل نفس أو عين حاسد إذا حسد. الله يسفيكم الله يسفيكم الله يسفيكم. بسم الله أركيكم. Dengarkan, simak dengan hatinya. Listen by your heart. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه. هدى للمتقين. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإلهكم إله واحد. لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض
والأرض لآيات لقوم يعقلون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله السميع العليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تهمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تهملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين
ويبصر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يكونون إلا كذبا فلعلك باخ نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا زرجا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Tetap simak. Biarkan mereka terbakar di dalam. Let's continue listening. Let them burn inside our body. May Allah subhanahu wa ta'ala destroy all of them. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala hancurkan seluruh daripada musuh-musuh. Simak, tetap simak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والفجر وليالي العصر والسفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي هجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأن له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد
ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbika radiyan radiyatan mardiyan fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbika radiyan radiyatan mardiyan fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati wadkhuli jannati wadkhuli jannati wadkhuli jannati a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتباه سهام ساكب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا الصاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا رب موسى وهارون قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون أعوذ بالله من الشيطان فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله
yubtiluh, innallaha sayubtiluh, innallaha la yusmihu amanan mufsidin, wa yuhiqqullahu alhaqqa bi kalimatihi walau karihal mujrimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa alqi ma fi yaminika talqab ma sana'u, innama sana'u kaydu sahir, wa la yuflihu sahir haythu ata. Wa alqi ma fi yaminika talqab ma sana'u, innama sana'u kaydu sahir, wa la yuflihu sahir haythu ata. وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا، إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ، وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى. أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تغفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، ولبئس ما سروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين. قالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين. اللعنة الله على الظالمين. اللعنة الله على الظالمين. ألعنكم بلعنة الله. اخرجوا يا عدو الله، اخرجوا يا عدو الله، اخرجوا يا عدو. كلهم. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن
قد وزدنا ما وعدنا ربنا حقا ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وزدنا ما وعدنا ربنا حقا. Listen by your heart, listen by yourself. Dengarkan oleh diri kalian. Ini adalah perbincangan antara penduduk surga dan neraka. Wanada ashabul jannati ashaban nari an qad wazadna ma wa'adana rabbuna haqqa wa'adana rabbuna haqqa fahal wazadtum ma wa'ada rabbukum haqqa qalu na'am فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أنتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تغفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها
فآمنوا بالله ورسله ولا تكونوا تلاتة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته وسيستكبر فسيحصرهم إليه جميعا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس